رجعنا مع حضراتكم ومعنا الناقد المميز الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت المستشار التحريري لموقع القاهرة 24. مساء الخير عليك يا أستاذ عصام. مساء الخير يا كابتن. نورنا دايما بجد. ربنا يخلي حضرتك. النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومصر كلها هي صاحبة النور وصاحبة الفضل، ويا رب سنة سعيدة يا رب وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل أهلينا ونصفنا الثاني أقباط مصر بخير يا رب. ربنا يخليك سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله، وتكون سنة أفضل من 2020 يا رب. 2021 بقى تعمل أي نقلة أي حاجة بس يعني كده نتحرك بيها يعني تحسسنا إن إحنا يعني صبرنا إن شاء الله مش هيروح سدى، يعني إن شاء الله البلد دي هتفضل منورة ومحدش هيقدر أبدا يخليها غير إن هي فعلا مصر الجديدة بالفعل. صحيح، وخاصة أستاذ عصام يمكن سنة 2020 فقدنا فيها رموز كتير جدا. صحيح. على المستوى الرياضي خاصة، ويمكن كان آخرها النهاردة طبعا سيادة المستشار أحمد البكري طبعا المستشار الجليل، وطبعا يعني النهاردة كان خبر حزين، ويمكن أكيد حضرتك تابعته يعني. أكيد طبعا، رجل قام وهام يعني الحقيقة، تولى ومعه يعني اثنين من رجالات القضاء يعني إمرة ناديهم زي ما اللائحة بتقول، لبوا النداء فورا رغم معرفتهم إن الحكاية مش سهلة. يا للعجب، رحمة الله لم يلتقي الإعلام، ما عملش يا كابتن هاني مؤتمر مثلا صحفي ودشن وجوده وكذا، الرجل كان ذاهب إلى بيته. سبحان الله، يعني يبدو إن هو فعلا إنسان مش بس على خلق ومش بس قاض جليل، لكنه أيضا تشبث بفرصة لناديه، وطبعا مع المستشار هشام والمستشار لواء عماد عبد العزيز، ربنا وفقهم إن هم يعوضوا غياب هذا الرجل الحقيقة، وإن هم يهبوا اسمه والجهد اللي كان بيأمل وبداية خريطة الطريق اللي كان في وسطهم يهبوه بقى ده لنادي الزمالك والجمهور الزمالك. وكم يعني كان وداع على انه وداع حزين لكنه يليق برجل تولى مهمة ناديه. ذهب يعني المنافس التقليدي العتيد، ذهب كابتن حمود الخطيب نيابة عن الأهلوية وليس فقط النادي الأهلي. صحيح. ذهب وزير الشباب والرياضة، لم يتأخر أحد طواعية يعني الحقيقة من وداع يليق بهذا الرجل. صحيح، ربنا يرحمه. زي ما حضرتك قلت، يمكن وجود الكابتن محمود الخطيب ده عادة النادي الأهلي، يعني ده عادة النادي الأهلي والبيت الكبير النادي الأهلي، دايما موجود في يعني الأفراح وفي الأحزان بصفة. صحيح. طبيعي جدا يا كابتن، وده نموذج يعني لازم يقدم. قد لا تذهب يعني إلى منافسك، ما فيش غريم ولا خصم، في منافس، وحضرتك راجل احترفت وعارف يعني إيه المنافسة النظيفة زي اللعب. صحيح. النظيف. قد لا تذهب في فرح، يعني قد تعتذر أو تستبدل وجودك بباقة وردة أو كذا، لكن حين يكون هناك يعني ما يسمى بالحزن يخيم، أو يعني أن يكون هناك آلام، لا، لازم تكون حاضر في الميعاد، لازم تؤدي واجب دنيا وآخرة، واجب تعليمي، واجب إنساني، واجب بيدل أن البلد دي مش زي ما الناس بتطلع علشان تأكل وتشرب على المنافسة. وده موضوع خطير جدا، لكن الحمد لله لوجود كبار في الناديين ولوجود كبار في قيادة الرياضة المصرية، لا، الصورة هتتصلح وبتتعدل أفضل بكتير من أوقات سابقة إن شاء الله. الصورة يعني تبقى صورة تليق باسم مصر دايما. حضرتك الله. دايما بتقول اسم مصر هو الأول والأخير. صحيح. وصورة الـ يعني العلاقات الطيبة ما بين الأندية دي صورة أكيد إيجابية، نتمناها إن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل وأفضل يعني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أرجع مع حضرتك طبعا لمباراة النادي الأهلي. مباراة النادي الأهلي أول خطوة وبدأ خلاص جماهير النادي الأهلي، أنا مسميه مشوار العشرة يا أهلي. العشرة يعني مشوار بدأ بمباراة متوسطة، ما فيش شك إن المنافس كان منافس متوسط، لكن كان عنده طموح، كان عنده أمال، لكن تحطمت هذه الأمال طبعا بهدف آلو ديانج وعودة النادي الأهلي بفوز. اعتقد انه خلاص يعني وضع رجله في دوري المجموعات. شوف، هو الناس الحقيقه في النيجر يعني قالوا ان المكسب الحقيقي انهم يصعدوا ليقابلوا بطل القاره. النادي الاهلي موجود وهو عزيز لديهم، واضح جدا يعني، وبالتالي كان ده بدايه انتصارهم المعنوي،
انهم يشعروا انه في المنافسه مع النادي الاهلي. فما بالك بقى والماتشات دي ممكن واحد يظل يعيش على لعبه صحيح. على باصه على قطعه كره من نجم من نجوم النادي الاهلي، فما بالك لو وفقوا في احراز هدف او شيء من هذا القبيل يعني. وبالتالي النادي الاهلي ادى الماتش حقه، كمان قدم ما هو اكثر من احتراف يعني. ما عدناش بقى نسمع زي بعثات كده زمان يعني اصله الستارز والارض، رغم ان الملعب ارضيته فقط بدائيه جدا، هي تذكرنا لما كان مدرس الزراعه مع مدرس الالعاب ينجله ملعب الملاعب البدائيه اللي هو كان يسمى ساعات يقول لك نزرع حشيش هنا عشان يلعبوا، حتى قبل كلمه نجيله وصناعي ومعتمد وكذا. لكن دي امكانياتهم، وعشان كده دي قارتنا، وده واجب انك انت تذهب وتلعب. وده اللي لما الناس اللي تعرف يعني ايه هويتنا ويعني ايه قارتنا تسعد كثيرا لما تذهب كأس الأمم إلى إحدى هذه البلدان. أنا بلاقي غضاضة أن يقول لك إيه أصلها ما تتلعبش غير في الشمال العربي الأفريقي، أو يعني لو بلد كمان عندها كم ملعب زي غانا مثلا. لا يا جماعة، حضرتك كنت موجود في مالي يا كابتن هاني وشفت أنه الموبايل اللي كان مغرق الدنيا وشبكات التليفون دخلت لمالي. هناك دول مانحة بتقدم خدمة تحتية، بتعمل مستشفيات للشعب مش للكورة، بتقدم لهم استادات نموذجية. ما هو استضافة البطولة الأفريقية مش غرضها بس العملية التسويقية أو يكون ملعب كويس، خلي بالك لازم الدخول في أدغال أفريقيا والدول اللي يمكن يعني بتستفيد بشكل كبير ببنية أساسية من 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 البطولة الأفريقية، من ملاعب، من مستشفيات، من سياحة، من كل عمالة، كل دوت بترفع قيمة القارة نفسها. وهو حق لهذه البلدان صحيح. وحق للمنظمات بقى يعني مصر نفسها الأم الرائدة ليه قامت بجهد عشان تعمل اتحاد أفريقي، ثم منظمة الوحدة الأفريقية في مناحي أخرى غير كرة القدم عشان تنوير قارة. قارة هي بالضرورة هويتك الأصلية، هي في منافسة شرعية ومشروعة مع باقي قارات العالم. أنت هنا لازم تحيي الأفكار اللي من النوع ده وتزكي فكرة أن النادي الأهلي لا يذهب ويشكو أبدا. قد تشكو من بعض الأشياء الصغيرة، ممحكات إداري، يعمل يعني بالون اختبار هنا، يحاول يعمل لك كمين مضايقة نوم، شوية دوشة، الحاجات اللطيفة دي، لكن لا يمكن أبدا أنك تقول كيف نلعب هنا. أنت تلعب هنا من أجل مستقبل القارة دي، من أجل أطفال في القارة السمراء. بلد زي مصر أصلا تهب كل ما لديها لأطفال القارة الأفريقية وشعوبها وتحاول وتحاول. عشان كده الرياضة وكرة القدم تحديدا هي تواصل يا كابتن هاني بين الشعوب، هي ليست وفقط منافسة وكاسات. صحيح هي دي شيء عظيم في الرنك يعني بتاع كل نادي وكل منتخب، لكنها في النهاية رسالة كابتن هاني. صحيح. الأمم اتقدمت كلها بالرياضة وبالمنافسة وبتزكية أن تعطيني وأعطيك وأن نستكمل أدوارنا مع بعضينا. بحيي النادي الأهلي على ده. النادي الأهلي كمان مكاسبه إنه رجع سليم، إنه ما عندوش إصابات. ضيف لكده بقى الرؤية بتاعت اللجنة الفنية والكابتن حمود الخطيب موكلا بكرة القدم، وأكيد على تماس مع السيد موسيماني زي ما بيبقى دايما المدير الفني، وإزاي إنك أنت فتحت الكادر للعائدين من الإعارات، وبالتالي بقى طلبك دلوقتي يا دوب بدر بنون فجاء ليغلق مساحة كان لابد أن تنتج فيها نجم على قد الكرة الحديثة، اللي هو الرجل اللي بيسلم ويستلم والكرات العرضية بالنسبة له مش أزمة، حتى ينضج بجواره لاعب أو اثنين أو ثلاثة، أو تستعيد بقى سعد سمير والمصابين عشان ما ننساش حد. كمان دلوقتي من إمتى والانتصار في صفقة كبرى باسم كبير ما كانش هوى للزمالك والأهلي وكل الفرق، لكن الأهلي في سنواته الأخيرة وتحديدا مع مجلس إدارة بطعم عائلة الأهلي بيقوده محمود الخطيب ما بيغامرش بقى، بيقول لك المرة دي أنا عايز إنسايد، يعني عايز إنسايد المرة دي. حتى سيرينيو اللي هو نفسه دلوقتي بقى خلاص ملح عليه إنه يلعب في النادي الأهلي، واختلق يعني موضوع مع ناديه بحسب ما تناوله الإعلام هناك إن هو مش عايز يلعب 32 ويحرص على الأمل مش عايز يتواجد في القائمه الافريقيه لنادي صن داونز، في قائمه النادي الاهلي، لكنه لانه تحت راسين الحربه او بيميل للجناحين الملعب التفكير فيه ممكن يزيد لو ان النادي الاهلي استطاع ان يفسح مجال لراس حربه اللي هو رقم 9 ده في الكوره،
وايضا يعني جناح بحجم سيرينيو. انا احترم الكلام ده يا استاذ عصام، هاخد المحترم. من طبعا هاخد من حضرتك، لان في سنوات يمكن سنوات طويله كان التنافس ما بين خاصه الاهلي والزمالك على بعض اللاعبين وبعض المراكز اللي فعلا ما كانوش ممكن في احتياج ليهم، والصفقه بطوله في حد ذاتها، لمجرد ان الاهلي يقول لك الاهلي خطف من الزمالك او الزمالك خطف من الاهلي بدون تكون وجهه فنيه، وبيكون ما يكون في بلاننج احنا محتاجين ايه السنين اللي جايه، بدون ما تبص كمان لسن اللعيب دوت، من غير ما تبص للانفستمنت اللي ممكن يجي له. يعني أيوة. على سبيل المثال بنتكلم على ألو ديانج، جاي من مبلغ صغير جدا للنادي الاهلي، لكن شايفين قد ايه هو بقى نجم من نجوم مش الاهلي بس، على مستوى القاره الافريقيه ممكن اللعيب دوت نادي الاهلي بيستفيد بيه، نحتفظ بيه لفتره معينه، لكن الانفستمنت وان انت تعيد بيعه تاني بمبالغ كبيره عشان تقدر تجيب لعيب تاني، فده هو ده الشغل الاحترافي اللي النادي الاهلي بيفتحها كنادي يقود الاحتراف بلا غضاضه، وده اللي بيخلي نجم من نجوم القاره او وكيله اذا كان زي أليو ديانج لسه صغير، يعني يخليه يختار له الاهلي ومصر طبعا هي. ليه؟ لانه هيبقى عارف كويس قوي انه مش هيحتفظوا بيه يعني بطريقه ابديه، ومش هيغالوا لو جات له فرصه للانطلاق الى يعني عبور المتوسط تحديدا، خلاص ما بقاش هوا انه يروح الخليج مع احترامي يعني، او يذهب الى تونس لعيب اوروبي او الجزائر، خلاص بقت عينه على ايه انه يعبر المتوسط. ده عامل للاهلي زخم مهم قوي، ده اصلا فاتح الاحتراف، خاصه انه لازم نقول للناس كمان ونطمنها انه منذ يعني بدايه تولي محمود الخطيب شان كره القدم ومعه كابتن محسن ولجنته بنجومها طبعا، بقت الحكايه في سكاوتنج دلوقتي، ان انت لعبت كم ماتش وجبت كم جول، ما عادش استدعيه تيجي للولا وهو عامل احلى منظرين على احلى خمس تجوان وتبدا تفاوضه، لا بقت الحكايه احترافيه كامله. ده بيخلي المنظومه تسير للامام. الاهلي كان يعاني قبل القيد، وكنت مع حضرتك انه ما فيش بدائل، مع فتح القيد اصلا كل الصفقات هي صفقات النادي الاهلي، محمد شريف واكرم، حتى احمد بيكهام اللي كان معار وكان في شرط، لاحظ شرط احترافي جدا، الاهلي اولى اذا ما قدم يعني مستوى، وكان الاهلي يتوقع انه يقدم مستوى، وبالتالي جاءت يعني هذه الصفقات، وانا مصر ان اسميها صفقات أكيد. لتفي بالاحتياجات، انت النهارده خلاص بقيت عارف عايز مين بالظبط، كمان مين وفين بالظبط وامكانياته ايه. وهرجع من كلامك، غير طبعا الحمد لله المكاسب اللي حققها النادي الاهلي غير الهدف أليو ديانج، حضرتك قلت اتكلمت ان الحمد لله ما فيش اصابات، وده كان مهم جدا في ظل الظروف اللي بنلعب بيها، كمان عندك اربع لعيبه اول مره يشاركوا في البطوله الافريقيه وداقوا طعم الفرحه اكيد مع البطوله التاسعه، لكن كمان الخبرات الافريقيه بياخدوها، عندك اكرم توفيق، بتتكلم على طاهر محمد طاهر، بتتكلم يمكن محمد شريف لعب قبل كده، بتكلم مع احمد بيكهام، صحيح عشان بدا قبلهم احمد بيكهام وادى اداء، وانا عجبني المنظور الاحترافي عند اللعيبه، مش بس في الاداء الفني، في الاداء كمان على ملعب، يعني بمعنى ايه، انا شفت فرق كتير لما بتغير ملاعبها، يعني شفنا ريال مدريد لما جه مع النادي الاهلي، هو يعني اول ما بيلاقي النجيل، ولو ان ملاعبنا طبعا رائعه اطول شويه وحضرتك عارف الفرق، وما كانوش عايزين يتمرنوا، بيبدا ياخد باله فيؤدي بجهد على قد طول العشب ده، في لعيبه النادي الاهلي ادوا جيد جدا واكتر، لكن خلاص بقى عندهم الصيغه الاحترافيه، ان الملعب لو في نقره، لو في الكتل اللي على بعضها من النجيل دي زي ما قلنا البلدي، يعني زي ما بتقال بالمعنى الدارج، لا خلاص بقى عارف ان انكل رجله ما يتنيش، عارف هيربط ازاي وهو خارج يلعب في ملعب زي صحيح. ده صحيح، امور فنيه، ما بقاش بقى بينط يعني زي ابو الفصاد زمان لما كانت لعبنا قليله الخبره، بس خايف يتصاب، وده برده كان حق وقتها، لكن ما كانش عنده الحنكه الاحترافيه دي، يلعب مع الملعب ده بأنهي جزمه، اخرهم كان اتلتيكو مدريد هنا وكنت موجود في الملعب، اول ما سيميوني شاف الملعب يا اخي كان ناقص يجيب البتاع البوكليس ده اللي بيقيسوا بيه الحاجات الدقيقه يعني في الماكينات ويشوف النجيله، بدا يقول للاعيبته يعني اهدوا، يمكن ساعتها حتى المذيع قام، كان الاهلي ماسك الكوره فهو قام لما لقاهم بيسخنوا قوي بيفكروا، انا كنت في الملعب في الارضيه قريب منه يعني، فطبعا المذيع بسعادته بمستوى النادي الاهلي قال للراجل قام بقى عشان يقول لهم يلا، لا هو قام يفكرهم ان احنا عندنا شغل، وبالتالي الاهلي يقدم نموذج محترف، اتصور انه مباراه العوده هيكون يعني شكل الاداء
طبعا خلاص التفوق واضح يعني، لكن هيكون شكل اداء الفرقه بتاعت النيجر افضل شويه. هم حابين يعني يظهروا قدام نادي القرن وقدام بطل يعني القاره، ومن ثم كمان الاهلي الماتش ده هيقدر الراجل يطبق فيه تكتيك. الراجل كان محتاج فواصل بين الموسمين علشان التكتيك بتاعه يبان، لكن خلاص هو خد بالاقوم. وكمان التجربه يعني والنوايا الحسنه برضو لها يعني حظ، التجربه جابت له فرق برضو ايه ما هياش يعني توب ليفل علشان يقدر ينفذ شويه أنا حاجات. معاك انا بقى معاك، عنده ماتشين ثلاثه ينفذ فيهم تكتيكه ويظهر بقى اداؤه مع الموسم ده، وخاصه كان مباراه. ويمكن انا قلت الكلام دوت كان في نفس اليوم الوداد كان بيلعب الملعب المالي وخسر 1-0 هناك في مالي، وبالتالي المباراة كانت على الورق مباراة سهلة للنادي الأهلي، لكن أكيد كانت برضه مفاجأة طبعا، وملعب طبعا يعني قد يعني يجعل نصف قواك الفنية تذهب بعيد. لكن الحقيقة لا، والفريق يعني حسب فهمي في الكورة الرجالة دي قدمت وجبة بدنية على الأقل مرعبة. الشوط الثاني كمان ضيعنا أهداف كتير، لكن هاخد من دوت وهاخد جزء مهم جدا. حضرتك اتكلمت على النواحي الفنية، عدم وجود موسيماني في أرض الملعب ولكنه الحاضر الغائب، يعني كمان العلاقة اللي اللعيب بيحسها، العلاقة ما بين المدير الفني ومساعديه ولاعبته ومساعديه. في فرق كتير لما المدير الفني بيغيب بتحس في قلق شوية، في توتر، لكن ما شفناش ده حتى خلال المباراتين اللي فاتوا. ده أكيد بيعكس طبعا قد ايه التفاهم واضح ما بين موسيماني وكابتن سامي قمصان وكيفن جونسون، كلهم على فكر واحد وبيطبقوا فكر واحد موحد، واللعيبه فاهمه ده بتستوعبه بسهوله. يعني هم مؤمنين بالراجل اللي شغالين معاه، غير مسموح بالخطا، هم محترفين حقيقيين، هم ما فيش حاجه اسمها فرصه وجات له يعني انه يسوق الماتش النهارده فيحكي كتير. كمان يعني اكيد الجمهور متابع حتى عبر الاعلام، لا الراجل كمان بيستخدم التكنولوجيا على اعلى مستوى، فما بين سكايب للمحاضرات وما بين زوم مع كل لعيب اللي هو التكنولوجي الحديث يعني تاكيد على الادوار اللي هم خلاص عاشوها مع الراجل منذ قدومه يعني لقياده النادي الاهلي، فبقى في قناعه على بعضها. انا بستغرب لما اسمع يعني ناس يفترض انهم كويره فيقول لك الراجل بيقف وراه ناس كتير، يعني مش فاهم يعني ده يعيبه في ايه، مش فاهم يعني لما اتنين مساعدين يقولوا يكلموه قبل التغيير او حاجه. وبعدين انت بتوصف ايه؟ بتوصف في الدقائق الاخيره في مباراه متوترة نهائي، دقائق متوتره جدا. يعني انا فاكر الكابتن جوهري رحمه الله في مباراه الجزائر يعني حكى لي بعد الماتش قال لي هم 8 دقايق وما عرفتش حاجه عن الفرقه تاني. خلاص بقت ماتش لعيبه وماتش يعني متوتر وماتش كذا، ما اعرفش ايه الوصف اللي ممكن يتوصف لراجل بيؤدي. وبعدين تختار بناء على رغبه الجماهير، وجماهير الاهلي كثره عدديه فيقول لك الحقيقه لم اتوقع، واكيد ده مش جزء فني. شعرت ان 70 مليون اهلاوي بيزكوني، يعني راجل كمان ما عندوش يعني فكره النصبايه الكرويه، يعني يعني يقول له مبروك على الدوري، يقول لهم انا كملت جهد مدير فني سابق لابد ان يعني اقول له احسنت وانا جيت كملت. طب ايه المطلوب؟ فكر، وبيقدم فكر. ايه المطلوب من موسيماني تاني؟ يا ريت يعني اللي بيحاولوا يزرعوا البذره دي حوالين الراجل يقولوا لنا بس نقط الخلاف عفوا مع مدير فني بالحجم ده الحقيقه فين؟ لا اعتقد هو بيقدم نجاحات على يعني كل الاختبارات الصعبه اللي مر بيها بنجاح، يعني من ساعه ما جه بصراحه. وطبعا اكيد في جزء شغل من كابتن سامي قمصان، من كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن هو ادوار طبعا. طبعا ادوار، وهو كمان كملها بشكل جيد جدا. طيب هخرج بره الملف ده شويه وهرجع ل يعني اكيد برضو تابعت رامي السبيعي البطل العالمي المصري طبعاً، يمكن في الانترو رامي. كان دايما بيج رامي طبعا. بندي مثال استاذ عصام، ودايما انت بتقول ان مصر دايما ولاده وعندها نجوم على مستوى والله. عالمي الاثنين، وقارنته بصلاح، والاثنين خارجين من اسر متوسطه في عمق مصر، من زي ما بيقولوا من ادغال مصر بيطلع لنا نموذج عالمي زي محمد صلاح ورامي وبيج رامي. طبعا يا كابتن القمح بيطلع من الغيط، يعني هو ده الكلام، يعني من طين البلد دي رموز كبيره جدا في كل منها. هو من يحكم العاصمه اصلا؟ يعني ما هو اهل الاقاليم. العاصمه هي فاترينا يا كابتن في كل العصور وفي كل الحضارات، يعني العاصمه فقط هي فاترينا يعني. لكن
ده يعني ده أرض طيبة، يعني أرض مصر بصاعدها والواجهة البحري وصحراواتها سيناء وصحرائنا حيث مطروح والسلوم، لا دي حدود مصر. لكن سبحان الله هناك مواهب، هناك دائما يعني بلد عبرها كل الأنبياء والرسل يا أخي، ولهم أرحام ولهم يعني نسايب وحبايب، لا بلد فيها كل الأديان، بلد فيها كل ما يمكن أن يكون حضارة وعلم، ويكون أيضا دلالة المستقبل وحاضر أهو. الناس بتحاول قدر المستطاع، وأعتقد أن احنا يعني في العقود السابقة إن شاء الله ما يعودش تاني ضبابية المشاهد، وإحنا فعلا من 2013 عنوان مصر الجديدة ملحة على الجميع. وبالتالي كابتن لا لازم نقول أن بيج رامي ده واحد من علاماتنا المضيئة اللي عمال ربنا سبحانه وتعالى بتعبنا وتعب هذه الأسرة المتوسطة وهذا البطل أن يهبنا دائما علامات وحاجات أنه احنا نقدر أن احنا في وسط العالم رقم في المعادلة يا كابتن هاني. ودايما بنقول أن عند نموذج دايما الشباب اللي طالع، يمكن حضرتك عارف يعني يمكن الفترات الأخيرة نبدأ مثلا من 2010 أو قبلها بشوية مرورا، يمكن السوشيال ميديا والجيل اللي طالع شوية لازم الناس بتقول يفتقد الاكزامبل، يفتقد القدوة، النموذج صحيح. النموذج، فإحنا بنقدم وده دورنا أن احنا بنقدم النماذج ديت زي رامي، زي محمد صلاح، زي كمان لعبتنا المحترفة، لكن النموذج اللي بيوصل للعالمية دوت دايما بنشيد بيه وبنحطه في العالي علشان الولاد يبصوا ويتعلموا أن الوصول دوت لا ده من رحم المعاناة، المعاناة الكبيرة جدا اللي عانوها والمشوار الطويل والإصرار والإيمان كمان بالعمل والشغل على النفس، هو ده اللي هيوصلك لأعلى المراتب. ما هو ده الفرق في استخدام السوشيال، هل يستخدمها اللي بيزكي الروح ده؟ هل يستخدمها نجوم عايزين يبعثوا برسالة أنه لابد من أن تعطي وتعطي وأنك ما تفقدش الأمل وأن كل يوم بيعدي عليك له صباح عليك أن تشقى في هذا الصباح ثم تحاول مجددا، لا تقطع الأمل بينك وبين أي نجاح ما دمت تدفع صحيح. يعني ضربته، وبين استخدامات أخرى بقى للتمييز، واستخدامات أخرى لإشعال فتنة، واستخدامات أخرى لكسب مشاهدات وحاجات. أعتقد ده دور بائس قوي للبعض، يعني من اللي يعني للأسف ممكن نقول كانوا نجوم، إنما في الآخر كل هذه الوسائل الحديثة يجب أن تسخر لده. النهاردة العالم كله بيتفرج على بيج رامي، يعني شاءت الصدفة وأنا جاي من الشيخ زايد ورايح على المؤسسة لأن رايح عندي شفت متأخر شوية، إن ألاقيه في باص اللي هو مفتوح. المكشوف والناس أصلا على الجانب العكسي للباص بتهدي عشان ترفع إيديها، وشفت مشاهد في الميكروباص والله لأنه الطريق ماشي بالراحة، ست قعدت تزق بنوتة صغيرة أعتقد إنها جدتها مش أمها عشان تشاور لها، ربما هي حتى ما تكونش واخدة بالها الناس الطيبين اللي أنت بتقول عليهم هو إيه بالظبط، لكن هي حست أن هناك وطن يكرم نجم ساطع. وهو الراجل قال وببساطته الشديدة الحقيقة إزاي رفض جنسيات وإزاي لم يهب يعني من تهديدات وتهديدات لأسرته على خلفية الهوية عربي وأفريقي صحيح. وكذا، لكنه في الآخر خد بالأسباب وقدر يبقى بيج رامي. لا مستر أولمبيا حاجة مش سهلة، طول عمرنا عندنا أبطال في كمال أجسام صحيح. لكن مستر أولمبيا عاملة زي المسترز كده يعني على المستوى الاحترافي اللي بيقهروا يعني ما بعد أن تقهر جسدك نفسه، يعني يمكن هو بيحقق معادلة كان حققها الراجل اللي بقى نجم سينما أرنولد شوارزينجر قبل كده، اللي هو لو حبوا يخلوه يضحك يمكن يخسسوا له عضلات وشه شوية عشان الناس تعرف يعني إيه مستر أولمبيا، يعني لأن احنا عندنا أبطال من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي في كمال أجسام صحيح. إنما على هذا المستوى بتحتاج بقى إيه اللي هو الإكسترا جهد يعني. صحيح صحيح، ده نخرج أكيد بيه من نماذج ناجحة إن شاء الله ولادنا يشوفوها ويعني يحتزوا بيها إن شاء الله في مستقبلهم. حاجي الخبر تاني، وطبعا هنخش على اللجنة الثلاثية اللي عينت من قبل الفيفا وبعض القرارات، يعني أولا رؤيتك إيه في طبعا إنهاء العلاقة ما بين اللجنة الخماسية والفيفا ورحلها ووجود لجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة؟ الحقيقة يعني اللجنة اللي فاتت طبعا لازم تشكر أي جهد من الناس، لأنه الأساس أنه الناس بتبذل جهد، لكن الحقيقة فاتهم فرصة عظيمة قوي، لأنه آخر خطاب وأنا قلت لحضرتك لو حضرتك فاكر كان حفل شاي أو فنجان شاي
ما بين الانتخابات او اتحاد منتخب يكرم يعني هذه المجموعه يعني. رفضوا ده ودخلوا في محاكاه مع صاحب الشغل. الناس لازم تعرف ان انت في وظيفه، انت لست منتخب ولا حتى معين بالطريقه اللي الناس كانت تفهمها. انت جاي في ميشن، انت جاي في ماموريه يعني. انت جاي ايوه في ماموريه واضحه. احترم الفيفا مصر كثيرا. صحيح. لانه دي لجنه ما اعرفش في كتير يعرفوا ولا لا، لجنه التطبيع دي زي ما بيطلق عليها، حتى هم اطلقوا عليها توفيق احتراما لاسم مصر الكبرى بقى، مش مصر الكرويه يعني. لان دي يعني اعتقد بتبقى في نياجراجوا، كان اربع خمس دول كده اللي هم يعني لم يذهبوا لربع سطر في نظام الكره اصلا، مش الاحتراف. فاحترموا ان مصر الدوله طلبت عبر يعني لجنه ثلاثيه، الدكتور حسن مصطفى والمهندس هنا بوريدة وطبعا الوزير، ان هم ايه، لا احنا محتاجين تصحيح اوضاع. احترموا الرغبه دي ولم يعتبروه لا تدخل حكومي ولا يحزنون، وبالتالي ادونا لجنه، وهذه اللجنه تم تعيينها. فانت معين في مهمه عليك ان تنهيها، لان ده صاحب الشغل، مش هنهزر. اهم الميشن الموجوده اقامه انتخابات. ده السؤال يعني الاول والمحدد بصراحه من الفيفا، يا جماعه نهايه 31 يناير لازم يكون في انتخابات. زيك زي كل الدنيا، غير مقبول من الجهه الام، من الامم المتحده الكرويه، من الفيفا، ان يستمر وضع هي ما تفهموش ولن تقوى حتى على ان هي يبقى فيه اخرين يطلبوه. يعني ايه تقعد سنين طويله وانت بتزكي اصلا فكره الجامعات العموميه والحكم بالانتخاب يعني. ثم يا اخي هم صدروا مشهد للعالم يعني كفيفة، لان مصر امنه يعني طبعا. من ضمنها مهرجانات السينما وانتخابات الشيوخ والبرلمان، وقالوا لا، اللي بيقول لنا توقف الانتخابات صعب، ده من 96 ل 134 يعني مصوت او صوت، لا يصعب ان احنا نصدق ان البلد دي ما تقدرش تنظم انتخابات. واحترموا ده كثيرا، لغايه لما يعني القشه التي اجهزت على اللجنه انه انت المفروض تبعت في 10 ديسمبر اخر مواعيد، بعت في 15 ديسمبر وبدعوى ان الترجمه يعني. ثم الخروج، وكل بلد في الدنيا فيها مكتب فيفا، وبعدين مركز رئيسي في الامارات بالنسبه للشرق الاوسط، لا بيرفعوا الكلام ده. لما تخرج وانت تقود لجنه وتقول احنا قاعدين سنه ومحدش يقدر، مصر الدوله مش في حكومه يعني، طبعا ما هياش في خصومه ولا شيء. وده اللي قاله الوزير اشرف صبحي، قال لك احنا ما نقدرش نعادي مؤسسه دوليه، ما ينفعش يعني. وهذا ليس اعتداء، وهذا ليس استقواء بالخارج يعني. انا اقول لك حاجه بصراحه شديده، هو استقواء بالخارج ده هو يعني اذا بصراحة. كان هناك يا كابتن هاني من يريد ان يبعد هاني رمزي، هاني ابو ريده، هاني رمزي الفنان غير هاني رمزي بتاع الكوره، عليه ان يجد انتخابات تاتي له باشخاص هو يريدهم. صحيح. لكن أن تغلق طريق الانتخابات مقابل أنك بتقول إحنا عايزين ناس غير دول، لا، ده كلام يا جماعة ما ينفعش، وما يسكتش عليه، ولا أعتقد أنه صوت حكومي بالمناسبة. لا طبعا الدولة المصرية ما تسرش بالطريقة دي. والدليل أنه حتى المهندس أحمد مجاهد، وهو يعني لمن يرغب أن يعرف يعني، احترف يعني الإدارة، كان قريب من لعب كرة القدم، لكن كلية الهندسة وجوده يعني في قريته، مع أنه أسرته كانت عايشة هنا ومن كفر الشيخ، عارفه جيدا يعني، لانه تربى مع هادي خشبه ووليد صلاح الدين ويسالوا عنه، واحمد ايوب، وتشاء الصدفه ان احمد ايوب والده يعني جاري يعني رحمه الله، فعرفته في النادي. ده راجل ساب الدنيا كلها وبقى يحفظ الاداره والشطاره، وذهب في لجان هنا وهناك. انت بقى بتستخف دمه ماشي، انت بتستثقل دمه ماشي، لكن قيمه كشغل يعني. الراجل كان أيوة دايما بيقول لك ده متواجد في اتحاد من 9 الصبح ل 9 بالليل زي ما انت قلت، او في العمليه اللي هو جاي لها. صحيح. اول ما جه لا، قال كلام مهم. اولا لما مشي مازن مرزوق ما قالش بقى انا اجيب مثلا حد من شلتنا او من مجموعتنا وخلي، قال لك خلاص في اسابيع اصلا موجوده، خلينا نمشيها بلجنه المسابقات. عمل لجنه تقصي حقائق وهيطلع فيها كلام كبير وكلام كتير، هتكلم مع حضرتك فيها دي، لان نقطه مهمه جدا طبعا. وعن تسيب، ولا يسال احد ناشئي مصر عن ده، دول شباب ولاد صغيره، اوعى حد يقول له انت ما نمتش ليه، ولا ما طلعتش الاوضه ليه، انتوا كنتوا كبار. والكابتن الله يرحمه كان بيقعد يعني على ناصيه الدور، وسمير عدلي ربنا يا رب يقومه بالسلامه بيقعد على الناصيه الثانيه، واذا كان رئيس بعثه يحكم السلم، وده جنب الاسانسير.
لا في ناس بتعدي جنب الاوضه لو سمع صوت. وانتوا نجوم كبار طبعا. النادي الاهلي كان يقف على هذا. النادي الاهلي بعد كورونا ما اعلموا انه الكابتن واللجنه وكابتن عبد الحفيظ خلاص في جديد، في ناس بتجيب اللعيبه من عند البارك، هي ادوات احترافيه، هي راس مالك يا كابتن، هي بضاعه لازم تحافظ عليها ان صح التشبيه. وبالتالي لا، قرارات منظمه. راح فورا للسيد الوزير وقال له أن ما لدي من تعليمات أن أنهي المسألة وأن أرفع لحضرتك كممثل للدولة والحكومة المصرية ما يطلبه الفيفا. وبالتالي كيف ترى مصر الحكومة تنفيذه؟ ده كلام مهم جدا. لا قال بقى فيش حاجة اسمها اللجنة الأولمبية ودورها أو يعني بالزبط. الموضوع يعني الصراعات الشخصية ده يا كابتن مش هتنفع الحقيقة. وبعدين مش في وقتها، انت خلاص انت بتصارع على ايه؟ انت يعني انت 31 يناير لو ما فيش انتخابات انت ولا هتلعب امم افريقيه ولا الاهلي هيروح يلعب كاس العالم وهيبقى فيه. ما حضرتك عارف المساله سهله. الموضوع مش مع بعضيكوا بقى انتوا. اه والله مش مستاهل فعلا العبوا مع بعضيكوا يعني. وبالمناسبه مش بنتكلم على احتراف وبزنس، واذا انا غلطان حضرتك صوب لي، كل العقود المحترفه في نيتو طبعا، يعني كل اللاعبين المحترفين انتهت عقودهم خلاص، هو في بلد عايزه تبقى جواني مع بعضيها. يعني هل ده ممكن يكون يعني تفكير او واحد من عناصر ورقه تدرسها الحكومه المصريه؟ طبعا لا طبعا لا. ايه بقى المجموعات اللي عماله تشتغل دي، ومين مع مين ومش مين مع مين؟ حتى تاجيل المباراه بدلا من دراسه الموقف يبقى مع الاهلي ضد الزمالك، ضد الزمالك مع الاهلي، محدش خد باله من اللي بيسخنوا الناس على بعض دول، انه الاهلي والزمالك لم يخرجا بشيء يؤكد ان يعني ضدهم في شيء ما. يعني ما هو كده يا جماعه ما ينفعش. يعني الاهلي والزمالك الادارتين قدروا شيء بيحصل. اللي انا عرفته وشفته انه الحكايه كلها انه كورونا عامله هذه الحاله من يعني الزيادة الغريبة مع تطور الفيروس لعنة الله عليه يعني، ومن ثم أعياد رأس السنة للشعب كامل احنا المصريين بنحتفل بها كلنا، أعياد أهلينا الأقباط كل سنة وهم بألف خير وسلام. طيب. إلى جانب في نفس الوقت إنه التجمعات، من الذي يمكن أن يمنع حديقة نادي الأهلي ونادي الزمالك من الشاشات الكبرى ومئات مش هقول ألفات بيتفرجوا مع بعض؟ يا أخي احنا في بيتنا وبيتكم ممكن العيلتين يجوا يقعدوا في الصالة، يا عم اللي ما عندهمش ريسبشن وهم أكثرية هيقعدوا في الصالة قدام تلفزيون. كلها أشياء يعني ما ينفعش تكتب كده واحد اتنين تلاتة أربعة. يعني ليه قلنا؟ لكن كان هناك حرص ان مصر بقى اللي فيها أنشطة ومباهي الحياة وفيها وزيرة الثقافة النهاردة بتفتتح مهرجان الكتاب، معرض الكتاب في الأقصر، كان بيتعمل الأول في العاصمة بس لابد أن تستمر فيها، فتحط ماتش زمالك وماتش أهلي في نفس التاريخ. إدارتين واعيين الحقيقة لم يخرجوا بقى لا للصياح ولا لتركيب الأمر. بعض الناس تقول لك أصل عشان لعيبة الأهلي عندها فيروس، يعني لا قدر الله كلنا نتمنى الشفاء لكل الناس. يعني لو كان محمود علاء ربنا يشفيه، طارق حامد من العناصر مهمه جدا جدا في الزمالك عنده طبعًا فيروس، فالموضوع بعيد تماما، هي كلها مصلحه عامه والناديين ارتضوا بالموضوع والموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. انا بقول لحضرتك يعني. والا ما ترك الاهلي حق، يعني ازاي يعني الاهلي الموسم الماضي خرج ليعلن، ما لم تعطيني دليل على التاجيل، والاغلب العام انه ظنه كان بيحمل 80% في مكانه، انه يرى ان الامن لن يعطل المباراه وكان ظنوا هكذا. لكن اداره واعيه في نادي الاهلي، اداره واعيه في نادي الزمالك، عرفوا الفحوى اللي انا بقوله لحضرتك واللي هو مش للعرض العام، خلينا صراحه يعني بالزبط. لكن انا اهلاوي وحضرتك اهلاوي ومعانا اتنين زملكاويه على الكنبه الثانيه، لما نلاقي الادارتين في هذه الحاله من السكينه نفهم ان شيء ما يحدث ايجابي، ما هوش اخيرا حاجه ايجابيه طبعا، يعني لا يفصح عنه ولا هو يحتاج يعني لاعلان رسمي. استاذ عصام لو كان في فترات سابقه كنت هتلاقي الدنيا مولعه والسوشيال ميديا ده بيكتب وانا اعترض، يعني كان الامور كانت هتخش في اطار مختلف تاني. فهو يعني انا يعني متفائل خير بالفتره اللي جايه، خاصه على العلاقات ما بين الانديه، خاصه النادي الاهلي والنادي الزمالك، كلها علاقات طيبه جدا. وجود هي دي اللي هينزل منها بقيه التفريعات، الاهلي والزمالك. لكن زي ما بقولك من
كنا بنقول نجوم ونأمل انهم يعودوا نجوم لا زالوا بيتكلموا انه يعني ازاي حد يطلع يقول لك الامن الامن يحب الاهلي هنهرج يعني هل ده كلام الكلام حتى لا يعقل يعني هل ده كلام يتقال يا كابتن هاني مش منطقي اصلا يعني انت وانا وكلنا بنقول ربنا لوحده وجهد الناس كل في مكانه هو اللي بيأثر علينا الاوقات الصعبه في نفس الوقت انت باصص للجنه جت يا عم دي رجاله هاني بوريد والتانيين كانوا رجاله حسن محمد ودول رجاله محمود المليج يا اخي اطلب منهم حاجات لو ما عملوهاش حاسبهم صحيح صحيح ما تخليهمش يجوا هنا تاني يعني لديك كل الصلاحيات انت الجمعيه العموميه انا متأسي على حال الجمعيه العموميه يا كابتن ما بين ناس بتعين سفراء ليها كل عيني 7-8 انديه وانت عارف ليهم واحد كده ده الواد الجن اللي بيروح العاصمه فيقول لهم اما اللي يجوا دول اجيب لكم منهم حاجات وكور و50 الف والتاني انا عايزهم هم يروحوا ويقرروا ويعرفوا انه ليس بينهم وبين الفيفا حجاب الف به اي واحد فيهم لو ما عندوش في ناديه اللي هو فاكس والحاجات دي بقى في حاجه اسمها سايبر في كل قريه ونجع يروح على طول خابط واحد يعني ايميل على مستر فيفا يا مستر فيفا احنا نادي نجع كذا او قريه كذا والله العظيم ما استهانه بالحق بالحق دول اللي بيطلعوا لنا كل صحيح النجوم صحيح هناك عوار في كذا كذا بالمناسبه الفيفا لا يهمها هاني ولا اي هاني ولا مجاهد ولا اي مجاهد ولا الكابتن سمير زاهر الله يرحمه ولا اي زاهر يهمها نشر ثقافه كره القدم والا ما كانتش كل شويه تنكش في انه قاره زي قارتنا دي عايزه تجهز على الفساد فيها طبعا في نسبه ما هو ما الفيفا دول مش ملائكه آه لا لكن النسب طبعاً بتبقى لكن معقوله نسب يعني النسب يعني خلينا نتكلم معقولة يعني احنا كل اللي نتمناه طبعا يا استاذ عصام ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون عندنا ان شاء الله انتخابات وفي اتحاد منتخب ويبقى في يعني لجنه تدير الكوره بشكل احترافي اعتقد وفي بوادر الرابطه الرابطه طبعا ان النادي الاهلي عنده يعني معلومات وكل الانديه يعني لكن النادي الاهلي كان طالب اولا بالروابط والشركات منذ ازمنه سابقه يعني ده صحيح احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام دايما بتمتعنا بحوارك وان شاء الله يعني تكون متواجد دايما معنا هنا في البيت ان شاء الله كل سنه وحضرتك وانت طيب وعيات طيب سعيده ربنا يخليك نيابه عن كل اهالينا كل سنه يعني وكلنا طيبين اخبار مصر يا رب وسنه سعيده علينا كلنا يا رب يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا ده كان لقائنا مع الاستاذ عصام شلتوت بعد الفاصل معنا الكابتن ياسر ريان